موجود الدجاج المجمد، في دجاج مجمد دو 1100 نازل من 20 ل 18 ريال الحبة، 18 ريال. كمان في داري 1200 نازل من 20.5، من 20.5 او 21.5 نازل 19 ريال. ال 1200 داري دجاج مجمد بقى غالي جدا، الطازج بقى زي المجمد، فالافضل نشتري الطازج. المجمدة في دو 1 كيلو نازل من 29 ل 20 ريال اللي هو 1 كيلو. في سيارة ال 2 كيلو ب40 بدلا من 59، سيارة ال 2 كيلو 40 ريال. في كمان سيارة اللي هو 1 كيلو 17 ريال بدلا من 23، 17 ريال بدلا من 23. الصدور المجمدة في سادية 1 كيلو 18 ريال بدلا من 26، 18 ريال. في اللي هو ال 2 كيلو ونص سادية 50 بدلا من 70، 50 بدلا من 70. الدجاج المجمد الكرتون، كرتون نازل على سادية اللي هو 900 جرام، 900 جرام نازل ب173 بدلا من 189 كرتون. وال1100 برضو 175 بدلا من 212 ريال. ال1100 الكرتون 175 بدلا من 212، وال900 الكرتون نازل 173 بدلا من 189. وكمان الدجاج سادية اللي هو 1100 نازل ب18 ريال الحبة، 18 ريال. عروض الدجاج الطازج، الدجاج الطازج أول حاجة هنشوفها اليوم، أول حاجة في اليوم هنشوفها الحبة الكاملة. ال 900 جرام نازلة من 21.25 إلى 20 ريال، دي 900 جرام اليوم. في ال 1000 نازلة ب19 ريال، ب19 يعني ال 900 ب20، ال 1000 ب19. في كمان ال 1019، ال 1019 يعني ال 1019 وال 920 ريال اللي هو دجاج اليوم الحبة الكاملة. في اللي هو الاثنين بيجوا مع بعض، الاثنين بيجوا مع بعض اليوم اللي هو 2 في 1000، 2 في 1000 نازلين ب40 بدلا من 42، يعني الواحدة ب20. دي الحبة الكاملة في اليوم. طبعا نشوف اليوم الحبة الكاملة اللي هي الدجاج المتبل، الدجاج المتبل نازل اللي هي بالفلفل الحار نازلة من 20.5 ل 15.5، واللي هو متبل للكبسة نازلة من 19.5 ل 15.5، حجم الواحدة 750 جرام. دي اللي هي اليوم. في الفليه مكعبات فليه 400 جرام نازلة من 22 ل 19 ريال. كمان في برضو في هنا قطع دجاج اللي هي 900 جرام، قطع دجاج مشكلة نازلة من 19.75 ل 16 ريال، 16 ريال. طبعا دي يعني أهم العروض في اليوم. عروض الفروج الطازج، في الفروج الذهبي صدور فيليه 450 جرام نازلة من 23.5 ل 19 ريال، 19 ريال بدلا من 23.5. في القطع المشكلة، لا هنشوف الحبة الكاملة، الحبة الكاملة 1200 نازلة من 22 ل 20.75 هللة، 20 ريال 75 هللة اللي هي ال 1200 الحبة الكاملة في الفروج الذهبي. الفروج الذهبي فيه بروست ده 1 كيلو نازل ب 24.5، 24.5 اللي هو الكرتون ده. ده طبعا أهم العروض في الفروج الذهبي. التنمية في مفيش التنمية، أنا مش شايف عروض في التنمية. في عروض في دجاج رضوة المتبل 650 جرام نازل 13 بدلا من 17، ده عرض حلو جدا. الدجاج المتبل بالفلفل أو الدجاج المتبل طبعا ده للشوي كله، 650 جرام نازل 13 بدلا من 17 ريال، يعني توفير 4 ريال. في الدجاج رضوى برضو في الفليه 450 جرام نازل من 23 ل 21، سيقان دجاج رضوى 450 جرام نازل من 12 ل 9 ريال. قطع دجاج رضوى 900 جرام، قطع 900 جرام نازل 15 بدلا من 17.75، ده دجاج رضوى. شفنا الفروج الذهبي. شوف بقى الانتاج في القلوب اللي هي 450 جرام 8 ريال بدلا من 10 ريال.
القوانص برضو 450 جرام 8 ريال بدلا من 10 ريال. في الدجاج اللي هو المتبل، دجاج متبل انتاج 600 جرام نازل 12 بدلا من 14 ريال. الشاورما 500 جرام نازلة من 20.5 ب 18.75. ده الدجاج المتبل. انتاج اللي هو الصدور، صدور انتاج 900 جرام نازلة من 42 ل 36، نازلة ب 36، ده عرض كويس. 450 جرام نازلة 17.5 بدلا من 24.5، اللي هي صدور الدجاج الفليه في انتاج. ال 450 نازلة 17.5 وال 900 نازلة 36 ريال. في أجنحة، أجنحة 450 جرام إنتاج نازلة ب 5.5 بدلا من 7.5، يعني توفير 2 ريال. الحبة الكاملة في إنتاج مش نازلة عرض، من غير عرض الألف 19.25 من غير عرض. طبعا دي أهم العروض في إنتاج والفروج الذهبي التنمية. أنا مش شايف أي عروض في التنمية ورضوة، وشوفنا اليوم أسعار البيض في باندا من غير عروض ساعتكو 20 ريال الطبق، الطبق 19 ريال 95. هلل في أرين برضو أرين 19 ريال برضو 95. هلل صحة 24 ريال. في أنواع كتيرة من صحة، في 27 وفي 23.5. في الوطنية ب 23 ريال. أسعار البيض يا جماعة غالية جدا. في أرين ب 23، احنا قلنا 20 هو ب 23. إنتاج والكمية بتاعته خالصة نازل من 24.5 ل 22، يعني أقل سعر في البيض اللي هو ساعتكو 19.95. هلل طبعا دي أسعار البيض، ما فيش أي عروض على البيض. من أقوى عروض التونة، في عرض على تونة ريم 160 جرام العلبة نازل 3 ب 10 ريال، 3 ب 10 ريال ريم. في كمان تونة ألوها 185 جرام اللي هي الزرقة دي، الاتنين حبة نازلين من 14 ل 13 ريال. في كمان أمريكانا الاتنين نازلين من 12.5 ل 10 ريال، الواحدة كان 170 جرام أمريكانا. كمان من عروض التونة عرض على الخير اللي هي كام، اللي هي 95 جرام، الثلاث حبات نازلين من 15.75 ل 11 ريال. تونة الخير 95 جرام. في كمان تونة الخير اللي هي 185 جرام نازلة 7 ريال بدلا من 9 ريال. دي كل العروض الموجودة في التونة، وعرض العرض القوي جدا اللي هو بليمز 2 زائد 2 مجانا 15 بدلا من 30 ريال، الواحدة 170 جرام. عروض مرقة الدجاج، في مكعبات مرقة الدجاج ألوها 24 مكعب، في 20 جرام المكعب الواحد 20 جرام نازل من 16 ريال ل 14 ريال. العلبة نازلة من 16 ل 14 ريال، يعني نازل الخصم 2 ريال. مفيش بقى عروض تانية على مثلا، مفيش عروض على اسناد، مفيش عروض على باندا. ده العرض الوحيد اللي هو موجود في مرقة الدجاج، مكعبات مرقة الدجاج. من العروض القوية جدا هذا الاسبوع عرض على تونة بليمز الواحدة 170 جرام نازل 2 زائد 2 15 ريال بدلا من 30 ريال. ناس كتير واخدة منها، عرض نصف السعر لأعضاء باندا بلس، الأربعة 15 بدلا من 30 ريال. زيت هالة دوار شمس لتر ونص نازل من 17 ريال ل 14 ريال. زيت هالة. في كمان زيت عافية عبوة، اتنين مع بعضيهم الواحدة لتر ونص نازلين من 50 ريال ل 38 ريال، 38 ريال. زيت عافية اللي هو دوار شمس. في كمان زيت شمس، دوار شمس اللي هي العبوة الكبيرة، 2 لتر و900 نازلة من 50 ل 30 ريال، من 41 ل 30 ريال. كمان في عرض من عروض الزيوت، زيت نور ده احنا قلناه من 48 ل 28 ريال، اللي هما الاثنين مع بعض واحدة لتر ونص زيت دوار شمس.
كمان زيت صاني 2 لتر و700 نازل من 37 ل 25 ريال. زيت شروق اللي هو 2 لتر و700 نازل من 37 ل 25 ريال. زيت شروق دوار شمس كمان من العروض اللي نازله، في زيت نخيل لتر ونص، زيت خليط من الزيوت النباتيه نازل من 17 ل 14 ريال اللي هو لتر ونص. زيت عافيه زيت زيتون للطبخ نازل، ده 1 لتر نازل من 35 ل 22 ريال، 35 نازل 22 ريال. كمان في زيت العربي اللي هي العبوه الكبيره 2 لتر و900 نازل ب 30 بدلا من 40 ريال، 30 بدلا من 40 ريال. كمان في من عروض الزيوت زيت نور اللي هي العبوه الكبيره نازل من 33 ل 17 ريال، 2 لتر و700 مش باينه قوي يا جماعه، نازل من 33 ل 18 ريال، 18 ريال. كمان في من عروض الزيوت عرض حلو جدا على زيت عافيه اللي هو زيت ذره 2 كبير و2 صغير نازل ب 45 بدلا من 68، 45 بدلا من 68 ريال. كمان في زيت ليزر اللي هو دوار شمس العبوه الكبيره دي 2 لتر و900 نازل 17 ريال بدلا من 20 ريال. كمان في من عروض الزيوت زيت الكانولا، الاثنين دول مع بعضيهم نازلين ب 30 ريال بدلا من 45 ريال. دي كل عروض الزيوت. على الزيوت زيت صني اتنين مع بعضيهم في باكت واحد نازلين من 40 ريال ل 16 ريال 95 هللة، عرض حصري لاعضاء باندا بلس. لازم تكون عضو في باندا بلس ان انت تشتري برقم الجوال، الموضوع سهل جدا. ده عرض من العروض القوية جدا، صني سواء اللي هو العلبة اللي هي اصفر او الاخضر، 1+1 اكثر بنصف السعر بدلا من 40 نازل 16 ريال اتنين مع بعض. العروض القوية في زيت في الزيوت زيت دوار شمس اللي هو اتنين مع بعض، زيت نور دوار شمس الاتنين نازلين من 48 ل 28 ريال. الباكت دي عبوة ترويجية 28 ريال بدلا من 48 ريال. زيت الزيتون في عرض على زيت زيتون عافية اللي هو 500 ملي نازل ب 30 بدلا من 38، 30 بدلا من 38. زيت عافية زيت بكر ممتاز. في زيت السوسن زيت بكر 10 وضع على البارد، وهم هنا كاتبين زيت الجوف 500 ملي، الجوف 500 ملي نازل من 32 ل 24 ريال اللي هو الجوف يا جماعه 23 24 ريال بدلا من 32 ريال. عروض الطحينه في باندا، طحينه حلواني اخواني الكيلو نازله من 48 ل 37 ريال، من 48 ل 37. في طحينة الجميل 1 كيلو نازلة من 45 ل 23 ريال او 22.5، 22 ريال 45 هللة بدلا من 45 ريال، عرض نصف السعر على الطحينة اللي هي الجميل دي. عروض الخل، خل طبيعي باندا 473 ملي نازل 2+1 مجانا بدلا من 8 ريال 85 هللة، 6 ريال و90 هللة. خل طبيعي باندا. عروض الملح، في ملح ريسا ده ملح باليود نازل 2+1 مجانا، يعني 700 جرام الواحدة، 700 جرام الواحدة، 700 جرام نازل من 4.5 ل 2 ريال 95 هللة، التلاتة يعني الواحدة بريال. حلوة جدا على البهارات، عرض نصف السعر او اكثر من نصف السعر. البهارات اللي قدامنا دي يا جماعة اسمها الغربي، الغربي كل الانواع منها نازلة نصف السعر، وبهارات بهارات بديل مكعبات، مكعبات الدجاج، وفي بهارات مشكلة، في البهارات السبعة الحجم بتاعها 300 جرام او 250 جرام، 250 جرام او 300 جرام نازلة من 25 ل 12.5. في انواع نازلة من 25 ل 12.5، بهارات مشكلة، بهارات بديل مكعبات الدجاج. اول مرة اشوف انا بهارات بديل مكعبات الدجاج دي، يعني ممكن تستخدمها بدل من مكعبات الدجاج. اسمها بهارات الغربي او الغربية. في انواع 300 جرام نازلة من 28 ل 12.5 برضو، يعني كلها 12 ريال 45 هللة،
سعر موحد كله نازله طبعا من 25 او من 26 او من 28. في انواع كتيره جدا منها. في هنا كمان انواع تانية برضو هي نازله سعر مميز جدا نصف السعر او اكثر من نصف السعر على البهارات اللي هي الغربيه او الغربي.